السلام عليكم. احنا كل سنة بنصور شجرة المعمل، الشجرة بتاعتنا، الصنف بتاعنا. بعد 20 سنة توصلنا لشتلة البولونيا ونجحنا ان احنا نعملها. طبعا انتوا عارفينها الشجرة دي كده خامس صيف ليها، يعني بنتكلم دخلنا قربنا من ال5 سنين. السنة اللي فاتت كنا نقدر نقطعها القطع الاولاني وتجيب لنا ال200 جنيه، طبعا تجيب ال2000 جنيه مش ال200 جنيه. خلينا بس بشكل علمي كده نقيس زي كل سنة. احنا النهاردة 28/11/2017، برضو هنقيس من بعد الشبر بتاعنا. اللي بنسيبه كل سنة كانت سافة 90 سنتي، السنة دي تقريبا ادي المتر اهو، ادي 110 تقريبا 110. ولو حبينا نمصمصها قوي هتنزل 2 ولا 3، يبقى السنة دي بقت 110. كل سنة طيبين. السنة دي في ميزة قوية جدا، نطلع بقى بعد المترين كالعادة. ثمانين اهي، اجيبها لك عندك. لا 75 بالظبط لو شديناها، 75. برضو السنة اللي فاتت كانت 60 او 65. احنا كل سنة قلنا بنزيد تقريبا 20 سنتي محيط، ودي زيادة كبيرة جدا لأي شجرة. 20 سنتي محيط، شايف الشكل كده؟ انا جبت القلم السنة دي عشان اوريكم الشكل اللي حصل. طبعا الشجرة كانت معوجة جدا لان شجرة الفيكس دي كانت مبهدلاها. الحمد لله الجامعة قطعت شجرة الفيكس في التطهير اللي حصل اللي فات، والشجرة مع النمو بتعدل نفسها. لو في اي عوجان مع النمو بتعدل نفسها. احنا خلاص عدينا حكاية بقى سريعة النمو ونجحنا في الزراعة، لا احنا النهاردة بندور على خشب. احنا عندنا الالونجاتا في امريكا شجرة جيدة جدا وسريعة جدا وطولة جدا عن الصنف بتاعنا وتطول. اولا ده ملهاش دعوة بمناخنا، نمرة واحد. نمرة اتنين هتفضل تطول، يعني تبقى اطول مننا وتطول. هم عندهم تقنيات ومكن حديث، فالشجر الرفيع ده بيقدروا يقطعوه ويستخدموه. احنا ما عندناش، احنا عندنا اول صيف بنشتغل على الجدر، عشان كده احنا اللي بنواجهها. تاني صيف بنشتغل على الساق عشان نوصل للستة متر. تالت صيف بنشتغل على تخانة الخشب. معانا 6 سنين بنشتغل على الخشب، فالصنف بتاعنا مناسب لأجواءنا ومناسب لمكاننا. احنا عندناش غير شوية مناشير وبتاع، يا دوبك نقطع ونقطع ألواح ومرايم، فمحتاجين الخشب العريض ده. بولونيا عربي هي المناسبة لمصر والدول العربية، عشان الأجواء، عشان التربة، عشان المية، وعلشان الشكل الاسطواني اللي بدأت تاخده من السنة اللي فاتت. احفظوا معانا زي كل سنة، احنا تحت كده بقينا 110 او اقل سنة، وفوق بقينا 80 او اقل سنة، و 75، 110 و 75. اسطوانية الشكل. خلي بالكوا احنا هنا عندنا برضو عيب، والناس كده زهقت من كلمة عيب او غلطة او بتاع. لازم دي صناعة مش زراعة. انا عندي هنا تاج كبير جدا مش عارف اقلمه، لان هنا مكان حكومي، وما دام زرعت الشجره اصبحت ملك الحكومه ماليش ان اقلمها. انا المفروض اقلم التاج دوت كل سنه في فبراير، في 5 سنين كان المفروض اقلمه، في 5 سنين واصغره شويه علشان ادي النمو والغذاء في الصاب، ادي الغذاء والنمو. احنا ماشيين في دراسه الجدوى على دي وعلى تخانات دي، لكن انا لو قلمت التاج شويه وما سبتوش يكبر قوي كده، وقللت الورق وقللت الازهار، هتخن الصاج. وهي اصلا مش محتاجه تخان، يعني هي بسم الله ما شاء الله قد شجره الفيكس اللي عمرها 35 سنه. لا عدت شجره الفيكس اللي عمرها 35 سنه. ما اعرفش من اول الجامعه من عامل الفيكس، لكن دي 5 سنوات، بنتكلم في 5 سنين. دي كتير لسه
سنه وانتم طيبين مع شجره البولونيا. البولونيا على الطالب على 5 سنوات فيها كميه ازهار رهيبه، كل دي ازهار. الورقه طبعا الورقه بتصغر كل ما شجره البولونيا بتكبر بتصغر، بس بتكبر. كل دي ازهار، كل دي شماريخ ازهار. وطبعا ده تاج كبير جدا، احنا المفروض نقلل من التاج ده، بس احنا عشان في مكان حكومي للاسف بيمنعوا ان احنا نقلل من التاج، ودي مشكله في الشجره دي. ولكن التاج كبير جدا اهو، في كميه ازهار رهيبه، في كميه اوراق رهيبه. هنقول طبعا الطريقه بعد كده.